عامل إقليم الطنطان يستعرض أمام حشد من أفراد الجالية من المهاجرين بعديد بلدان العالم نماذج من الأوراش والمشاريع التي رأت النور للإقليم وآفاق الدفع بعجلة التنمية المحلية ودور هذه الفئة من المهاجرين في رهانات الإقلاع بالمنطقة. مهاجرون انتهزوا فرصة عقد هذا اللقاء التواصلي لطرح عديد العوائق والإشكالات التي تحول دون انخراط فعلي لهم في مسار تنمية بلدتهم الأم. درسنا مجموعة من القضايا، مجموعة من المشاكل التي تهم الإقليم بصفة عامة وتهم كذلك المهاجر الطنطاني بصفة خاصة، ولقينا واحد تجاوب كبير وسريع لا المشاكل اللي كنا قدمناها العام في السنة الماضية اللي 80% من المشاكل اللي كنا ذكرنا يعني الحمد لله تم حلها، وهذه السنة كذلك تطرقنا مع المجموعة من المشاكل. حصلنا الشرف اليوم أننا دخلنا حضرنا لهذا اللقاء اليوم الوطني المهاجر، ويتميز لله الحمد هذه السنة بحضور وجوه جديدة وكثافة لله الحمد، والأساس من ذا كامل هو أننا نحاول نشتغل في شراكة من أجل الإقليم ومن أجل تنمية الإقليم. وكان اليوم تواصلي اليوم قدمت فيه الجمعية بشراكة مع جمعية ديال السقو مجموعة من الجوائز ومجموعة من الكؤوس على الفائزين، وكان واحد اليوم يوم اللي ناقش فيه الجالية المشاكل ديالها ومشاكل اللي خاصة بالإقليم. اللقاء التواصلي عدد خلاله المتدخلون جملة من إسهامات جمعيات أفراد الجالية وتدخلاتها في عديد المجالات الاجتماعية منها الثقافية وكذا الرياضية، مناسبة وزعت خلالها الجوائز على الفائزين في مجموعة من المنافسات التي يشرف عليها لفيف من أبناء المنطقة العاملين بالخير.